جديد انا كممثله كرئيس نقابه جيت قابلت اول مره العمر المستيري بصفته مدير راديو كلمه باش نتفاوض معاه على حقوق الصحفيين وعلى المطالب الاربعه اللي تلقاهم في بيان الاعتصام تاع الزملاء والزميلات في راديو كلمه. كي دخلت ديما متوتر برشا وظاهر لي عنده اشكال كبير يفوق معناها بنت في عقد شغل، وكان يحاول معناها انه يربح الوقت، وقال لي انه تعطينا النقابه شويه وقت باش 3 ايام هو حدد، اعطيني 3 ايام لتسويه معناها الامور هذيا، وانا بصدد معناها التعاقد مع شريك جديد باش يجي وعندنا صعوبات ماليه، واعطيونا 3 ايام وباش نصفيوا الامور الكل وباش نصلحوا العقود وباش نسدوا خاصة باش نسدوا الرواتب المتخلدة بذمة الإدارة. وخرجت أنا والتقيت بالزملاء والزميلات في راديو كلمة وقلت لهم 3 أيام مش برشا، نستناو 3 أيام. وبعد فك 3 أيام هذوما معناها تفرقعت، معناها كان هذاك الواجهة اللي يخبي كارثة كبيرة برشا. وقت رجعت بعد إعلان الاعتصام رجعت باش نتفاوض، وكان في الجلسة التفاوضية ثانية عمر المستيري مدير الراديو ومعاه مديرة التحرير سهام بن صبرين. كي التقيت بيهم معناها وقتها قالوا اعلنوا بصفة رسمية وجدية عن افلاسهم. الاعتصام هذايا بدا عنده توا 11 يوم تقريبا، 11 يوم والعاملين في راديو كلمة من صحفيين تقنيين اداريين موظفين الكلهم متواجدين يوميا لهنا، نباتوا الكلنا لهنا خوفا من انه مقر عملنا يغلق، خوفا من انه نلقاو روايحنا بين يوم وليله، ما نجموش نطلعوا للمقعد الاذاعه وما نجموش ندخلوا له، وكانت فما محاوله باش تزيد تحكي عليها توسع فيها فاتن اكثر. المطلب الثاني اللي هو تسويه المستحقات اللي تقتضيها الاتفاقيات القطاعيه، وهو من العجيب في المؤسسه هذه المناضله بالطبيعه اللي الناس خدمت فيها قبل اشهر واشهر وما قالتش ويني شهريتي وما قالتش ويني حقوقي، وكنا نخدموا سوايع زايده وكنا نخدموا 7 على 7 وما نتشكاوش. لكن وقت اللي تسوى وضعيتها قانونيا وتولي عندها مواردها الماليه يصبح من البديهي انه الفريق هذا ياخذ مستحقاته كامله. احنا من المؤسسات النادره اللي ما تطبقش عليها اتفاقيه الصحافه المكتوبه اللي هي منظمه للقطاع، من المؤسسات النادره اللي مجله الشغل تؤخذ فيها حسب المزاج، تطبق بعض الفصول اللي الطالب العامل ولا الصحفي باداء الواجب نتاعه، لكن الفصول المتعلقه بسداد اجره في الوقت المعين بالمنح نتاع الساعات الاضافيه وغيره لا تطبق. النقطه الثالثه تسويه مستحقات بعض العاملين متخلده بذمه الاداره من سنه 2011. البعض يعرف انه راديو كلمه موجود على الويب وقبل كان نشريه من 2008، وانه العديد من الزملاء اللي هنا خدموا فيها وبنوها على ظهرهم واللي هما مازالوا اليوم بعضهم تم التخلص منه بطريقه او باخرى، والبعض الاخر موجود ويتعرض للهرسله. في 2011 تعرضت المؤسسه لازمه ماديه، وصبرنا مع المؤسسه وخدمنا سواء كان تقنيين او عاملين او غيره، وبطبيعه خذينا وعد على الشرف انه باش يتم سداد الاجور هذيا. لليوم اجد شهرين وفما شكون عنده اكثر ما تمش سداده. النقطه الرابعه هي مراجعه العقود. العقود اللي تسلمناها بعد انتظار، انا شخصيا بعد انتظار عامين، فما شكون عنده 6 سنوات، فما كل واحد قديش، فريق كامل خدم لاشهر عديده ويستنى في العقد نتاعو، وكان ينتظر انه باش يكون فما حتى نوع من عرفان بالجميل في العقود هذيا، لكن فوجئنا بكون العقود هذيا ما فيهاش سالارنات وما فيهاش يعني قديش عندك ترقيات او عندك زيادات في الاجور او غيره، يعني يضالك اجر هكاك ما تعرفش حتى منين جاء، ما هيش القيمه اللي تاخذ فيها حقيقه سواء كان اقل او اكثر، في العاده اقل. بدايه الهرسله كانت تقريبا بعد 3 ايام من انطلاق الاعتصام، الاعتصام كما ذكرت بدا نهار 17 سبتمبر، يوم 20 سبتمبر جانا عدد المنفذ لهنا، بالطبيعه جابوا المدير العام ومدير التحرير، توجه بالاساس الى مسؤولة قسم الموارد البشريه اللي الاداره في الطرف الاخر وطلبوا منها المفتاح، وفما هرسله وكذا وكليم وعياط سبق وقت اللي قبل ما يجي، وفما زملائنا من وحده الرصد في مركز تونس لحريه الصحافه
كانوا شهود عيان وهبطوا بيان على الشيء اللي تعرض له الفريق نهار 20 سبتمبر. ايضا المدير التقني طلبوا منه انه يسلمهم مفتاح السال تكنيك، يعني اي خلل يصير في البث على الفريكونس نتاعنا على فيم دونك مانيش احنا باش نتحملوا المسؤوليه في هذا، لانه طلبوا المفتاح لانه كان مسؤول على انه وين يصير خلل هو يحاول يعالج الخلل في اسرع وقت.